في أشياء كثيرة أعجبتني كثير حميدان. أول شيء الحكم والنصائح التي أبداها لقومه لناسه لشعبه لأمته، والثاني أيضا في قصائد فيها فكاهة يسمى في المنطقة الغربية في الحجاز الشعر الحامنتيشي. هو تكلم عن بنته وابنه وزوجة ابنه، وما يعني مثل الحطيئة في الشعر العربي الفصيح، هو هجى نفسه وهجى زوجته وهجى أمه. فحميدان يسمون حميدان الحطيئة الثاني، وأصدق من قال عنه هو الدكتور الفوزان في كتابه صحافة نجد المثيرة في القرن الثاني عشر، رئيس تحرير حميدان الشويعر. لغة شعر حميدان جزلة وخفيفة وسهلة ممتنعة. لما تجده يقول القصيدة إذا جاء ثور يخطب بنتك فقرع قرنه قل له زف، والله ما يسوى ملكتها ولا يسوى قرع الدف. فالكلام يمشي مع الناس بسهولة. فأثناء سني الماء في المنحات أو حينما تطحن المرأة يسهل عليها الغناء بقصيدة حميدان الشويعر.